اسمع نوح، المهدي اوصل له انا هوصل له، بيك من غيرك برضه هوصل له، بس خليك فاكر ان اديتك فرصه وانت اللي ما رضيتش، وخليك فاكر برضه لو وصلت للمهدي من غير ما تقول لي مكانه فين خليك انت اللي تدور عليا. انا ما بدورش على حد. ماشي، بكره نشوف. ايوه شاوي، قافل موبايلك ليه من امبارح؟ امن الاوتيل كشف العمليه. بتقول ايه؟ يعني ايه يا شاوي؟ يا علي ملهاش معنى تاني، العمليه باظت. ده حصل ازاي؟ خلاص بقى يا علي، عادي هتتعوض ان شاء الله. انتوا مفيش فايده فيكم. اتفضل انزل من العربيه. معلش يا باشا، عندي ماموريه ومستعجل. انت ما بتفهمش، روح اسكت. اتفضل انزل من العربيه. انت اتجننت ولا ايه؟ بترفع عليا صوتك ليه؟ احترم نفسك بدل ما اعملك محضر تعدي. فتش يا ابني العربيه دي. لقيت في الشركه سعادتك. ايه ده؟ كلنا هنعرف ايه ده يا باشا. مش حاجة سهلة انك تتصدمي في اللي قدامك، خصوصا لو بني عليه توقعات وامال محدش فرضها عليك. انت اللي فرضتيها على نفسك وصدقتيها وبدأت تتعاملي على اساسها. ايوه بس كده انت بتظلم جمال يا زين. انت ما سبتش شغلك علشان؟ انا ما قلتش كده. انا سبت شغلي لما حسيت ان الفساد اقوى من ان واجهه. يا كان هيكسرني يا كنت هلاقي نفسي بقيت جزء منه. اللي شجعنا على القرار ده هو جمال، بني ادم المظلوم اللي ما عندوش غير صدقه وطلبه للحقيقه، واللي بيواجه قوه اكبر واشرس منه. ده اللي انا كنت فاكره ساعتها، وده اللي اداني امل وخلاني اقف في صف وادور معاه. في الاخر اكتشفت اني مغفل، وان هو نفسه جزء من اخفاء الحقيقه. بس هو النهارده قرر يدور على الحقيقة، محتاج لينا كلنا نقف معاه ونساعده. لما الخطر بدأ يقرب منه قرر يدور، مش كده؟ قصدك ايه؟ ده الفرق اللي بيني وبين جمال. مهنتي علمتني ان ادور على الحقيقة في أي وقت، تحت أي ظروف، بغض النظر إذا كانت هتأذيني ولا لأ، طالما حسيت إنها موجودة. جمال لو فضلت حياته مستقرة عمره ما كان هيدور ولا هيفكر. لا يا زين، جمال مش زي ما انت شايفه خالص. جمال قرر يدور لان لسه في جواه جزء نضيف يحاول يحافظ عليه. عنده ابن بيتمنى له مستقبل أأمن وانضف من اللي هو فيه. كمان لو كان عايز يكمل في سكته كان هيقدر يكمل، وكان هيجبر الظروف كلها انها تقف معاه وتساعده، وده كان هيبقى اسهل له لانه كان هيبعد الخطر عن نفسه وهيبقى على هواهم. لكن هو اختار الاصعب المستحيل تقدر تسميه، يبقى يستحق اننا نقف معاه ونساعده. حتى لو هيعرض حياتك للخطر؟ طالما انا جنبه هحس بالامان. انا جبت لك الفلاشه اللي عليها التسجيلات. روبا نفسها ما تعرفش اني عملت منها كوبي. هتاخدها علشان نساعد بعض نلاقي الحقيقه ولا؟ نعم يا اخويا. يعني ايه بقى الامن اجهض العمليه على اخر لحظه؟ افهم. سوء اختيار عناصر سيادتك. انا كلمت علي في الموضوع ده كذا مره بس للاسف يا فندم ما بيسمعنيش. وهو فينه دلوقتي؟ ايه خايف يجي يبلغني بنفسه؟ حاسس بفشله؟ يا ريت يا فندم بعت على الفشل بس.
علي دلوقتي مقبوض عليه في اسم الشرطة. نعم مقبوض عليه في اسم شرطة؟ ايه التهريج ده؟ يعني ايه مقبوض عليه في اسم شرطة؟ ده اللي حصل يا فندم. علي اتمسك النهارده في لجنة مرور، واضح ان هو كان معاه حاجات معرفش يخلص منها. وبعدين؟ لازم هيتعرض على النيابة بكرة. اتمسك في اسم هيتعرض على النيابة بكرة ومعاه حاجات، وبعدين؟ في الحالة دي يا فندم زي ما سيادتك عارف بيكون في رقم كود عمليات متفق عليه بيننا وبين بعض. أول ما علي بعتهولي اتصرفت وجهزت الشخص اللي يعرف يخرجه من الموقف ده ويطلعه من النيابة بكرة. أسلوب عادي جدا بنستعمله مع العناصر الجديدة والعيال الصغيرة، يعني مش واحد زيه في رتبته وبخبرته دي كلها. للأسف يا فندم هو ده اللي حصل. حلو أوي، هايل. ويا ترى بقى اتمسك بإيه على فندي؟ هديلي المعلومات وهرفع تقرير لسيادتك في ساعته وتاريخه. قول يا شوقي، تقدر تحدد لي ايه هي مشكلة علي بالظبط؟ الضعف وعدم التركيز يا فندم. بمعنى؟ بمعنى ان علي عنده بطء في حل مشاكله مع نفسه، وساعات بيصعب عليه الامور لدرجة بتخليه ما يعرفش يحلها بعد كده. عندك مثلا يا فندم مشكلة جمال، ودي كانت اهم حاجة مركز فيها عشان ينهيها، وزي ما سيادتك شايف مفيش اي نتيجة اتحققت على الارض، ولا حتى ايه؟ ما تكمل. ولا حتى في المشاكل اللي بتتحرك من وراها. استدعاء مسعود حجي للنيابه للتحقيق معاه فندم بيضعف سمعه الجهاز كله. مسعود مش هيروح النيابه، حصلته الدبلوماسيه بتحميه، وعايزه يسافر في اقرب فرصه. ابلغه سعادتك. تقدر تكمل مهمه علي وتثبت لي انك الاكفأ والاحق بيها؟ انا متاكد يا فندم ان كل اللي اتسال قبلي على السؤال ده جاوبك بالكلام وقال لك نقدر، لكن انا بقى هرد على سيادتك عملي. اعتبر يا فندم ان ملف جمال الجبال اتقفل للابد في اسرع وقت. قبل ما ده يحصل مقر الشركه دي يتقفل ويتفتح مقر جديد، ويا اما انت تستلمه وتثبت كفاءتك يا إما هغيركم انتوا الاتنين. تمام سعادتك. وقد أرفقنا صورة ضوئية من محضر ضبط وتفتيش المذكورة سيارته، أشرنا عليها بالاطلاع والإرفاق في تاريخه، ثم سألناه: ما قولك في ما هو منسوب إليك في حيازة عينة مشاعة بغرض الاستخدام الغير خاضع لرقابة الجهات المختصة؟ أنا ما أعرفش العينة دي جت منين. العينة اتلقت في عربيتك. قلت لحضرتك قبل كده ان عربيتي كانت مسروقة بقالها فترة ولسه مستلمها النهاردة من مكافحة سرقة السيارات. يعني انت بتنكر صلتك بالعينة دي تماما؟ ما اعرفش اي حاجة عنها. علاقتك بنوح السباعي؟ اول مرة اسمع بالاسم ده. يعني ما تعرفش ان هو صاحب المعامل اللي تم تسريب العينة منها، وان دي مش اول مرة بتحصل؟ ممكن تسألوه هو مش انا. يعني مش هو اللي اداك العينة دي؟